إذاعة مرسال تستمعون الآن. ثم قال: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. المعلل عرفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، لكن من حيث اللغة لما كانت هذه الكلمة كلمة العلة مشهورة في العرف اللغوي عرف بها ابن حجر الحديث المعلل، قال: وهو ما فيه علة. ما فيه علة، ومن إطلاقات العلة في اللغة المرض، من إطلاقات العلة في اللغة المرض، وصاحبها يكون معتل، يكون معتل كما قال ابن الأعرابي: عل المريض يعل علة فهو عليل ورجل علل، أي كثير العلل، كثير المرض، عافانا الله وإياكم. يقول ابن الأعرابي: العل الضعيف من كبر أو مرض. هذا من حيث اللغة تطلق العلة على المرض. أما من حيث الاصطلاح قال: ما فيه علة خفية، ما فيه علة خفية قادحة، ولم يزد على ذلك. السبب أنه لم يفصل الحافظ ابن حجر في موضوع العلة، لأن العلة أيضا نوع من الأنواع، الحديث المعل أو الحديث المعلل نوع من الأنواع، وسيأتي ذكره ويأتي تفصيل الكلام فيه في موضع آخر، فلذلك هنا اختصر الكلام عليه. قال: ما فيه علة خفية، أي ما فيه خطأ وعلة، وهذه العلة تضعف الحديث، وهي في الغالب تكون خفية ولا تظهر إلا للممارس لهذا العلم، وهذا سيأتي التفصيل فيه، لأن علم العلل علم قائم بذاته ويحتاج إلى تفصيل أكثر.